اهلا بيكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من برنامجكم شباب وتعليم. والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الاول. طبعا انا معاكم نيفين شحاته وهنتكلم مع الاستاذ مجدي جيار وكيل وزاره ومدير مديريه التربيه والتعليم بالجيزه اللي طبعا مسؤول عن كافه مدارس وادارات الجيزه التعليميه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. احنا ابتدينا الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الاول. أيوة. مبكرا ابتدينا طبعا استعداداتنا مع المدرسين على التدريب على بنك الاسئله بالنسبه لوضع الاسئله ان شاء الله، حتى بالنسبه لامتحانات بداياتنا امتحانات الفصل الصف الرابع الابتدائي. نعم. ان شاء الله باذن الله عشان يعرفوا ويتواصلوا على طبيعه وضع الاسئله، لان الاسئله تبقى لتعليمات الوزاره هتبقى مش مركزي، هتبقى عن طريق المدارس، وبالتالي يبقى لازم كل المدرسين عندنا طالما ما عندوش موانع من وضع الامتحان يبقى ملم بالاساسيات اللي هي على اساسها هنحط الاسئله للطالب والمواصفات الفنيه اللي بتبقى موجوده اشتراطات. بعد كده بنتنقل لباقي المراحل عندنا بالنسبه للاستعدادات. احنا حاليا ابتدينا بنراجع كل لجان النظام والمراقبة بالنسبة للشهادة الإعدادية مبكرة. نعم. وابتدينا بنتواصل مع المدارس على أساس توعية الطلاب بأهمية الامتحان وأهمية التواجد، وبنبتدي من دلوقتي الاستعداد لعمل الاستمارة بتاعة الشهادة الإعدادية. نعم. بحيث لما نبتدي فيها يبقى عندنا الصور بتاعة الطالب، عارف اللي إن احنا منتظمين ولازم يبقى ملم دايما بالمعلومات الدراسية. بنأكد عليهم على جزئية من الطالب برضو مفيش حفظ وتلقين، إن هو برضو يبقى عنده مهارات تفكير عليا في الأسئلة. وعندنا دايما تدريبات في المديرية في قاعة التدريب تحت إشراف الوزارة والدكتور رضا حجازي، إن احنا عندنا تدريبات مستمرة لرعاية تنمية مهنية للسادة المدرسين. صحيح. طب بالنسبه بقى في تعليمات معينه للمدرسين ان الامتحانات ما تخرجش عن اطار معين، الالتزام بالمواصفات الورقه الامتحانيه اللي وضعها المركز القومي للتقويم والامتحانات. طبعا بننقل دايما التنبيهات دي والتعليمات دي ان لازم الالتزام بالمواصفات الفنيه اللي بتجيلنا من المركز القومي. وبالنسبه للامتحانات النقل برضو دلوقتي مأكدين ان احنا ماشيين في اطار تواصل مستمر مع مستشاري المواد الدراسية في الوزارة، بحيث يبقى احنا دايما داخلين ضمن المواصفات، ما يبقاش في حد خارج عن الصف معانا او اللصق بتاعنا في وضع الاسئلة. طب بنوك الاسئلة دي خاصة برابع ابتدائي بس ولا بكافة المراحل الدراسية؟ لا، احنا دايما على طول بنقول ان احنا بنخش على بنك المعرفة، بنخش على بنوك الاسئلة، ويبقى دايما في تواصل بين السادة الموجهين والمعلمين على اساس يبقى عندنا، حتى في بعض المدرسين بتبقى مشتركة في المركز القومي فبتمدنا برضو ببعض الاسئلة او طريقة وضع الاسئلة عشان ندرب باقي الزملاء عليها. طب حضرتك بالنسبه للصف الرابع الابتدائي خاصه المناهج بتاعته كان في يعني جدل حواليها من اولياء الامور من حيث كم المنهج، من حيث صعوبه المنهج، حضرتك رايك ايه في مساله رابع ابتدائي والمؤشرات اللي بتيجي لحضرتك والتقارير اللي بتيجي لحضرتك من تجاوب الطلاب مع هذه المناهج؟ لا، هو المنهج بتاع رابع ابتدائي هو استكمالا للمنظومه تطوير التعليم اللي هو 2.0. هي بس الفجوة اللي كانت عندنا السنة اللي فاتت ان طلبة الصف الثالث الابتدائي ما كانتش طبعا عشان ظروف جائحة كورونا ما كانوش منتظمين بصفة اساسية دايما في المدارس، وبالتالي في بعض الطلبة ما كانتش ملمة باساليب المنهج ده، وما كانش فيه امتحانات وما كانش فيه امتحانات بالنسبة للثالثة ابتدائي. لكن السنة دي لو جينا نبص على مناهج رابعة حاليا برضو هي ماشية طبقا للمنظومة ان احنا بنتخلص تماما من الحفظ والتلقين. نعم. وداخلين بننمي قدرات ومهارات للطلبة وطريقة التفكير. نعم. اللي هي جزء بقى من رؤية مصر 2030، انا بنطلع طالب كده متكامل الشخصية بيفكر مش حفظ وتلقين فقط. لكن ردود الافعال حاليا دلوقتي الناس ابتدت تلم بيه طبيعة المنهج، والمنهج بتاعنا هو يعني. نعم. احنا ماشيين بنفس عدد المواد، مش 15 مادة و 20 مادة، لا، حاليا الامتحانات بتاعتنا في المواد الأساسية. نعم. هي وبنقول عندنا الامتحان اللي جاي الفترة اللي جاية دي هيبقى فيه ما قطع من المنهج فقط، عشان كده لما نقول في المدارس هيبقى المدارس هي اللي بتحط الامتحان وماشيين مع الخريطة الزمنية وما قطع من المنهج، فبنطمن إن شاء الله الطلبة وأولياء الأمور. مهم جدا. إن شاء الله بإذن الله
زي ما بنيجي نقول ان الامتحانات هي مش نهايه العالم، ولكن هي بتديله دلوقتي قياس لمهارات صحيح. الطالب اكتر من حفظ الطالب. هي حضرتك اول امتحانات هتبدا في الجيزه امتى؟ ان شاء الله في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر هتبدا بقى اللي هي السنوات الصفوف الاولى، هنبدا بالصف الرابع رابع الابتدائي اول، وبعد كده هينزل الجدول لباقي صفوف النقل ان شاء الله. والاعداديه هتبقى امتى؟ لا ماشيين مع الخريطه الزمنيه بتاعتنا لسه. طب في توجيهات بالنسبه الاولى وثانيه ثانوي؟ يعني اولى وثانيه ثانوي حاليا احنا ابتدينا خلاص اتوزع التابلت على كل الطلبه. نعم. ابتدينا خلاص عملنا له عمليه التنشيط. بنبتدي بنبعت دايما على صفحات العلاقات العامه وتعليمات للمدارس ان الطالب دايما يتواصل ويبقى فاتح التابلت بتاعه ومتصل بالنت على اساس ينزل كل التحديثات بتاعته. برضه متواصلين مع المدارس عشان يعرفوا الطالب الايقونات ايه اللي ممكن يخش عليها ويستفاد منها قبل ما يستخدموا في مواضيع الامتحانات. كان في شكاوى من اولياء الامور على تاخر تسليم التابلت وان مفيش كتب للصف الاول والثاني الثانوي، وان هم الاولاد مضطرين ان يستخدموا الكتب او يستخدموا المناهج من خلال جهاز التابلت. الفتره دي الاولاد استخدموا ايه او اعتمدوا على ايه؟ يعني احنا نقول حاليا يعني مش بندعي ان كل طالب كان في الفتره دي او في كل اسره معاه الموبايل ومعاه النت هيقدر يخش على موقع الوزاره وكتب موجودة نسخة بي دي اف كان متاح لي الاطلاع بيها، مفيش اي مشكلة. عندنا في المدارس بتبقى ايه من الكتب اللي ما اتغيرتش بيبقى عندنا جزء نسخ منها في المكتبة نقدر ان احنا نتواصل معاهم، بخلاف ان المعلم بيقول له كان الشرح بالنسبة للفترة دي، لكن التابلت ايه وصل لجميع المدارس. طب حضرتك بالنسبة لإجراءات الاحترازية بقى مع بداية الامتحانات، هل في تنبيهات من حضرتك بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية لكافة المدارس؟ لا احنا من قبل الامتحانات احنا دايما عندنا تنبيه للإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وقبل بداية العام الدراسي وبنتابعها بصفة دورية يوميا، عندنا تقرير يعني تفعيل الإجراءات الاحترازية ورصد أي حالات حتى لو في أي حالات للإصابة، وبنبتدي الإجراءات ضمن البروتوكول اللي مع وزارة الصحة. طبعا بنشدد على الإجراءات أكتر كمان أثناء فترة الامتحان. نعم. وبيبقى عندنا بنمشي زي السنة اللي فاتت تقليل عدد الطلبة اللي موجودة في اللجنة. نعم. ما بيزيدش عن 14 طالب على أساس بنضمن برضو مزيد من الإجراءات الاحترازية. في الصفوف العليا اللي هي برضو بروتوكول وزارة الصحة اللي متاح بيه لبس الكمامة بنأكد عليه. يمكن في الصفوف اللي هي الابتدائي ده اللي ممكن بيخش من غير كمامة، بس بنحاول بنعمل مواضيع التباعد وعدم التلاحم والتوعية المستمرة ليهم على أساس يبقوا عارفين كافة الإجراءات الاحترازية. الأستاذ مجدي الجيار وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنا شايفة الحقيقة في نشاط يعني زائد هذه الأيام خاصة بعد انقطاع الطلاب والمعلمين سنتين علشان كورونا، فأنا شايفة أن في تفعيل للأنشطة التربوية وختام لأنشطة الفصل الدراسي الأول والاحتفالات بأعياد الطفولة. عايزة أعرف من حضرتك أهمية يعني عقد مثل هذه الأنشطة خلال هذه الفترة وتأثيرها على الطلاب. طبعا هنقول الأنشطة التربوية ده جزء مهم جدا 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 وفعال في تنمية جوانب وشخصية الطفل والطالب اللي عندنا. صحيح. يمكن احنا بنقول حتى في فترة التوقف الدراسة كان عندنا تواصل مع الطلبة، ويمكن عملنا يعني مشاركات فعالة جدا. صحيح. عملنا في مشروع صقر 83 كانت الطلبة مشتركة بأنشطة وفعاليات والتواجد، عملنا معرض لمنتجات الطلبة حتى اللي كانوا بيشاركوا بيها أونلاين. نعم. كنا برضو بنوثق الشغل بتاعهم حتى في فترة إن الدراسة ما كانتش منتظمة. السنة دي مع بداية الدراسة إحنا عندنا أكتر من نشاط وأكتر من فعالية فشغالين فيها، يمكن اللي حضرتكم النهاردة جزء من الاحتفال بأعياد الطفولة. نعم. وبنشوف المراحل العمرية اللي مشاركة، ده بيدي للطالب ثقة، بنكتشف المواهب بتاعتهم. شغالين برضو زيارات لكافة الأماكن عشان ولادنا يعرفوا حجم التنمية اللي موجودة في البلد والمجهود اللي بيبذل ليهم، فده برضو بيقول جزء مهم من ضمن الأنشطة اللي عندنا شغالين عليها الفترة دي.
الأسبوع الماضي أو قبل الماضي كان في مؤتمر كبير حول تمكين المرأة ومبادرة حياة كريمة وكل الأمور المتعلقة بالحفاظ على حقوق المرأة. عايزين نعرف من حضرتك أهمية مثل هذه المؤتمرات وعقدها في محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة وتأثيرها إيه على أولياء الأمور وعلى المعلمين وعلى كافة عناصر العملية التعليمية. هو زي ما بنقول يعني الجيزة يعني من المحافظات العريقة والكبيرة، وبالتالي بتاخد دور ريادي في جزئية تحقيق رؤية مصر 2030. نعم. فاحنا لا نغفل ان احنا عندنا بند او محور مهم جدا من ال 17 اللي حطاه من الأمم المتحدة. نعم. اللي هو تمكين المرأة. وبالتالي ان احنا كل المنتدى اللي معمول من دور ريادي بتاع مديرية التربية والتعليم في الجيزة ان احنا بنعمل جزئية مهمة جدا اللي هي تكافؤ الفرص. نعم. وازاي يمتد دور المدرسة والدور التعليمي للأسر اللي موجودة، وبالتالي لما نبتدي احنا نتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ونوفر بعض فرص اللي هي زي ما بقول ايه العمل لأولياء الأمور الطلبة دي زي المرأة المعيلة وخلافه، ده بيدي نوع من الاستقرار والأمن للطالب. بيقدر يخلي لنا مناخ كويس جدا للأسر والطلبة ان هم يقدروا يعني يستمروا في العملية التعليمية. فكان المنتدى بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وممثل مع وزارة التخطيط وممثل مع الجامعات، فكان عندنا حجم كبير من المشاركين وكوكبة كمان من المشاركين. دول ادوا فعلا وقفوا لي المؤتمر والمنتدى اللي كان معمول فعلا فعاليات كتير. عملنا على الهامش المنتدى، عملنا ورش عمل لبعض الأسر. نعم. مع أعضاء كمان مجلس النواب، وقدرنا نتواصل عندنا في البداية كده 60 أسرة. نعم. هنبتدي نوفر لهم للأم تدريب على بعض الحرف اللي هي تقدر بعد كده تعملها، ونعمل لها كمان تسويق ليها بحيث يبقى فيه دخل للأسرة دي. هايل والله، ده حاجة كويسة جدا. يعني كمان في ناحية بتفيد هذه المرأة المعيلة بحيث ان العائد ده يعود على ابنها. تمام. وبنوصل رسالة، يمكن كان معظم العروض الفتيات بتوعنا او الطالبات بتوعنا عاملينها، وكان في اكتر من رسالة اللي بنقول المرأة بس مش بنقول شعار نص المجتمع، لا المرأة ليها مكانة كبيرة. نعم. وتقدر فعلا تتبوأ كافة المناصب وتجيد فيها وتنجح فيها وتحقق فيها حاجات كتير. يمكن احنا حتى اديناهم نماذج من الشخصيات اللي موجودة عندنا في مجلس النواب، عندنا في الجيزة في ناس يعني بنقول بقالهم سنين بالانتخاب متواجدين وفاعلين جدا في العمل الجماهيري. في مديرية التربية والتعليم عندنا قيادات نسائية، في المحافظة عندنا نائب المحافظ السيدة، عندنا أول قاضية في مصر اللي هي القاضية المستشارة مروة هشام بركات. نعم. برضو ان احنا بنقول بلحظة ان في مدرسة في مدارس الجيزة بتحمل اسم شهيد الوطن هشام بركات. صحيح. ودي برضو نموذج للمرأة اللي أول قضية في مصر. فديناهم نماذج ونماذج لفعالة بتدي طموح وأمل عندنا ان في تكافؤ فرص مش شعار بس، لا احنا شغالين برؤية فخامة الرئيس اللي نعم. هو عايز مصر الجديدة ان شاء الله والجمهورية الجديدة في جزء رئيسي وشريك أساسي المرأة. حضرتك كنت بتتكلم على ان من بداية ديسمبر ما فيش تعامل، حتى كمان مش بس العاملين داخل المديرية هيبقى لازم يبقى معهم شهادة التطعيم او مقدمين شهادة التطعيم بتاعتهم. ايضا حاجة بتقول حتى المتلقي الخدمة نفسه هيطبق الكلام ده عليه، عايزين نعرف حقيقة هذا الامر. بنقول يعني احنا طبعا بناء على تعليمات مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء وتعليمات وزير التربية والتعليم ان احنا ابتدينا فعلي من 15-11 بالنسبة لنا كتربية وتعليم اللي مش متلقي اللقاح ويديني ما يفيد كنا بنقول له بالنسبة له كده مش هيقدر يتواجد معانا حد ما يحصل على اللقاح او يجيب لي ما يفيد ان هو عمل مسحة ايه سلبية بالنسبة لي فيروس كورونا. نعم. اعتبارا من 1-12 التعليمات بقى بمنع الدخول نهائي بدون الافادات دي كلها. برضو اللي جاي لي يتلقى خدمة. نعم. مفروض ان هو يبقى حريص على اسرته، لان احنا زي ما نقول وزارة التربية والتعليم فاحنا لينا رسالة. طبعا. وبالتالي احنا بنيجي نقول له ان انت من اول حاجة الحفاظ على سلامتك. صحيح. مش هتقدر حضرتك تتطعم يبقى انا مش هقدر اديك الخدمة.
معاك ما يفيد ان انت معفي او من الفئات المعفاة من التطعيم برضو حضرتك هتبقى معاك عشان اقدر اديلك الخدمة اللي انت عايزها. ده كله في نطاق ان احنا بس بنقول حريصين جدا على ان الدولة بتوفر. يعني ما بنيجي نقول بنقصد كده الدول العالم بنلاقي الدولة بتوفر العديد من انواع اللقاح. نعم. طبعا ده بيستورد بمبالغ طائلة جدا في ظل ظروف الدولة اللي توفر لي ده. فاحنا لازم نشجع بعض ونحس بعض على تلقي اللقاح عشان شعب صحته كويسة جدا يقدر ينتج ويبتكر ويبدع. وبالتالي ده دورنا الرائد ان احنا لازم زي نشارك ونلزم الجميع اللي يبقى متلقي اللقاح. الأستاذ مجدي الجيار وكيل وزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في النهاية لقائنا معاك عايزين حضرتك توجه كلمة لأبنائك الطلاب لانضباط العام الدراسي والإقبال الفترة الجاية على فترة الامتحانات. احنا طبعا بنقول لي كل ولادي الطلبة اللي خلاص احنا داخلين على منتصف الفصل الدراسي الأول، عايزين مزيد بقى من الاجتهاد، مزيد من الانضباط، نبتدي نحصل دروسنا اكتر، ما تعودش على التلقين والحفظ، خلاص عرفنا اسلوب الامتحان في مهارات تفكير، يبقى لازم اطور نفسي وابتدي استعد بمنتهى الجدية ومنتهى الانضباط ان شاء الله عشان احصل على اكبر استفادة، مش فكرة درجات، اطلع بايه معلومات وحاجات تفيدني ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله. لان كل زي ما بقولها في كل زياراتي، لو بصينا لكل المشروعات اللي بتتم في البلد كل اللي هيستفاد منها مش الجيل الحالي. صحيح. ان شاء الله الجيل القادم، يبقى لازم الجيل القادم ده يبقى معد اعداد جيد جدا. شكرا جزيلا. شكرا.